اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد على ما مننت علينا ببلوغ شهر رمضان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل شهرنا هذا شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اصرف عنا الوباء واكشف عنا البلاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.